اي انا نخدم لهنا عندي توا ريكروتي عندي 3 ans مانيش جديده ومانيش متعاقده جوست نحب نقول اللي احنا من حقنا من نهار الاول نعملوا الفاكسان كيفاش التوا ما عنيش الحق في الفاكسان نقولوا لهم نحكيوا معاهم يقعدين يمهتلوا فينا هاتا باهي باهي اتا نقولوا لكم اتا نلموكم اتا وقتيه اتا الدنيا داخلة بعضها توا بالحق وبيك وكل من حقنا احنا الفاكسان من حقنا عنا صاحبتنا توا طلعت بوزيتيف عملت تيست طلعت بوزيتيف دونك احنا زادا من حقنا نخدموا في الشيء هذا وما نلقحوش اول حاجه هي الفاكسان اول حاجه من قبل ما نحطوا ساقينا لهنا نورمالمون نكونوا فاكسيني مش نخدموا توا عنا اكثر من شهر ونص توا نخدموا احنا مانيش فاكسيني سبحان الله نجموا باي طريقه ناخذوا العدوى انا عندي توا يجي 3 شهور مقايده ما عيطوليش مشيت لبتاع الفاكسان قالوا لي تمشي للاداره الجهويه نتاع الصحه نجي لهنا حكينا مع الوالي حكينا مع المدير الجهوي نتاع الصحه قلنا مازلت ما تحلتش الوحده تستنيو تو نعملوا لكم صرا انتم اعوان الصحه عندكم الاولويه انا الاولويه تو 3 شهور قلت لك انا مقيده وما عملتش لي فاكسان نتاع مقيدين عنا 3 شهور وما بعثولناش ويسالونا حتى كي نقيدوا في الصحه نقول لهم اي رانا في الصحه وما عيطولناش نخزل برشا اعوان صحه اصيبوا بالكوفيد اي كلهم صحه صاحبتنا هاي البارح عملت تيست طلعت بوزيتيف تخدم في تخدم لهنا اي قديت مالات خدمت له بدلت له قديت له ومسته طلعت بوزيتيف والله قاعد تخدم فيه مسكين ما جاي حتى حد هي اللي بدلت له لي درا وكوش وبدلت له كل شيء هاي طلعت بوزيتيف راحت قال تعرفت روحي انا ملي خاطر كونتاكتيت وبرشا قعدت معاه وراي لابسه دبا فيت مش حتى وحده وتعديت ترى انه فدام تخدموا في الظروف هذه مع من حقنا ابسط ما مش طالبين حد شيء انا بالحق الجمعه الاخرى من ضغط وصافيه المشاكل اللي انا بوزيتيف لما معني كي منعت ابسط حاجه فاكسان معني حقك فاكسان شنو منك ديري بعد روح لصغاري وروح نخالط امي وبابا فاسيلمون هذه هي الحلقه نتاع العدوى اللي نحنا هاربين منها علاش مانيش بروتيجي حتى بصفه خاصه نحنا ما مانيش برشا نحنا بيرسوني 4 ولا 5 ما نجمش يلقحونا تراو وليتوا خايفين دكتور حليوي حنان مديرة النهوض بالصحة بالقيروان ومشرفة على المستشفى الميداني هذا نحكيوا العوين الصحة اللي يخدموا لهنا يطالبوا بحقهم في التلقيح في ظل انه العدوى ممكنة والإصابات صارت في صفوف زملاء هي إصابة واحدة صارت راهي أما هما يلزموا يلتزموا بالموان دي بروتكسيون يحافظوا على رواحهم معناتها لو ماكسيموم بالجيل باللبسة بالوحدة وجاء المدير الجهوي الجمعة الأخرى وعدهم باش الجمعة جاي لقح لهم هما بالحق هما أولوية راهم هما أون كونتاكت مع المرضى يمسوا المرضى لازم لازم يستعملوا لي هذاك هو يحمي رواحهم هذاك هو معناتها انتظار التلقيح اللي جاي عاجلا بحول الله معناتها هذا وعدنا المدير الجهوي باش يلقح لهم في أقرب وقت وهو هو طلب شرعي لهم هما تحكيوا على المستشفى الميداني هذا توا قداش فيه مريض 40 مريض توا البارح في الليل معناتها هذه اول مره نوصلوا ل 40 مريض 40 مريض توا كومبلي 42 فرش مازالوا لنا زوج فروشات نخليهم نحن سيكوريتي اما توا باش نحاولوا باش نخرجوا الليله باش نحضروا روحنا للليله الجايه